أول شيء عملنا نقعة للدجاج بعصير الليمون وعصير الرمان، ملح وفلفل ثوم وزعتر وشوي من الكركم، وأضفنا عليه قطع دجاج مقطعة، كل دجاج إلى 8 قطع. وطبعاً بيكم تستخدموا أي نوع دجاج، نتركه 6 ساعات أو قبل بيوم. ثاني يوم منقشر بطاطا وبصل، منتبلهم بالزيت والملح، ومنضيف الدجاج على هالصينية، منغطيها، مندخلها على فرن حرارته 180 ساعة وربع، وبعدين منطلعها، منكشف الصينية ومنحمرها. بدنا دجاجتين، 4 بصلات، نصف كيلو من البطاطا، ولبن طيبة، ثوم مفروم، زعتر مفروم، وبدنا كمان يا حبايبنا لهالوصفة عصير ليمون وعصير رمان، كركم وملح وفلفل. أول شيء بدنا نسخن الفرن على حرارة 180، ودائما سخنوا الفرن قبل ما تشووا وتطبخوا أي شيء بالفرن، لازم. إذا الوقت يحسب لما نحط الصينية بالفرن ويكون الفرن سخن، مش يكون الفرن بارد. إذا الفرن مسخن وجاهز. طبعا الزعتر رح يكون طازج، هيو جبت لكم زعتر طازج، تقريبا ناخذ لنا كمشة صغيرة. فرمنا الزعترات وهي الثومات، ماشي. الآن منجيب لبن طيبة، ناخذ لنا ملعقة من هاللبن. استني بس خلينا نخلص هالخلطة، هاي لبننا هون من طيبة أكيد، وبعديها حبايبنا بنكمل. بدي أضيف من زيت الزيتون، بدنا نضيف من عصير الليمون، هاي عصير الليمون، وعندي هون عصير الرمان، نضيف لنا كمان شوي من عصير الرمان، ورايحين نضيف من حب الرمان، هاي حب الرمان، وشوية من الكركم، وأكيد بدنا نضبطها بالملح والفلفل الأسود. هاي بالنسبة لنقعة الدجاج، هذه أبو طه نقعة الدجاج يا أخوك، شايفها؟ بعديها بننزل الدجاج جواتها. طبعا هاي الخلطة بدي أخلط فيها الدجاج وأتركه أقل شيء 2 ساعة، ولكن أنا شخصيا دائما بقول لهم للمشاهدين خلوها قبل بيوم، حطوها بكيس بلاستيك، حطوها بتبروير، حطوها ببول القزاز، غطوها منيح، حطوها بالرف التحتاني للثلاجة حتى ما ينتقل عندكم أي أنواع من البكتيريا، لا سمح الله، للمواد اللي مطبوخة جاهزة. لازم نفصل المواد المطبوخة عن المواد الغير مطبوخة، وخاصة في التخزين. تمام. على جنب أبو طه منجيب الصينية، عندي هون شوية بطاطا منضيفها بالصينية، وعندي كمان بصل، ناخذ البصلات بسم الله ومنقطع هالبصلات إجراءاتك. والآن لازم نتبل البطاطا والبصل لحال، شوية زيت زيتون، وكمان بناخذ شوية ملح وشوية فلفل أسود، وبنخلط كله مع بعضه. بعد ما تبلنا هالدجاج بعصير الرمان، والرمان الزيت، عصير الليمون، الثوم والزعتر الطازج، ملح وفلفل، كمان تبلنا البطاطا والبصل بشوية زيت زيتون وشوية فلفل أسود وشوية من الملح. الآن بدي أفرض أنه هذا الدجاج صار عندي منقوع لفترة طويلة، بأخذ هالدجاج ونحطه بالصينية مع البطاطا والبصل، ومنضيف عليه هالتتبيلة اللي عملناها الطيبة. ما تبلنا هالدجاج على كيفنا، وفرننا جاهز على 180. الآن بدي أغطي الدجاج بهالشكل وأطبخه 1.25 ساعة. راح تلاقوا بعد شوي صار فيه مي، المي هاي جاي من الخضرة ومن الدجاج ومن هالتتبيل اللي عملناها. وبعد 1.25 ساعة على حرارة 180 بكشف عنه وبحمر هالصينية. هذه هي صينية الدجاج، إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم. هاي صينية البطاطا، وشوفوا قديش فيها مي، شوف مرق.
هاي وجنبها عملنا شوية رز، شوفوا المي اللي جواتها طلعوه في مي، هي أمورة كويسة، وصينية بطاطا إشي متكتك. رحين نرش في عليها شوية رمان يقبطاها حتى هيك نزينها، وشوية أوراق زعتر عليها، وهاي هي صينية البطاطا مع عصير الرمان والرمان والزعتر. يعني أنا عم أترككم اليوم طبق من حيث من شو موجود بالسوق. الرمان هسه كثير، عصير الرمان سهل، الزعتر بلش يطلع والورقيات صحيح، فأموركم جيدة يعني. تمام.